خلينا نرحب بالدكتور محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، لان في كلام كتير عايزين نتكلم مع سيادته فيه. صباح الخير يا دكتور. صباح اهلا بيكم، منورنا. صباح النور عليكم وعلى كل الاهلاويه، ومليون مبروك على الانجاز الجميل. واكيد حضرتك بتشعر بكل الفخر اللي في الدنيا ان بنت من بنات النادي الاهلي تحقق الانجاز ده. يعني اولا بنهني حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، ومبروك لكل مصر الاول طبعا، مبروك كل الاهلاويه الانجاز الكبير لحقته بطلتنا جينيفر. الشعور كان ايه يعني دكتور دلوقتي دكتور محمد وانت قاعد وبتشوف والفوز اللي حصل، حسيت بايه وانت عارف جيانا من وهي صغيره؟ يعني والله بص حضرتك، احنا كان عندنا ثقه كبيره جدا في جيانا، وان الجائزه تحقق جيانا دوت يعني هي تستحق اكتر منه كمان. ولما نيجي نتكلم ان شاء الله في البطوله هنعرف ان يعني هي تعرضت لظلم كبير جدا في البطوله ديت، وان جيانا كان متوقع لها ان شاء الله كانت تحقق الميداليه الذهبيه. يعني احنا دايما بنقول الميداليه اللي جابتها جيانا ديت ميداليه برونزيه لكنها بطعم الذهب. صحيح. طيب عشان توصل للمرحله دي والانجاز المشرف ده اكيد كان فيه استعدادات مكثفه كمان قبل مشاركتها وقبل سفرها لطوكيو. ايه اهم الخطوات اللي اتخذت والاستعدادات اللي اتعملت عشان توصلوا بجيانا للمستوى المشرف ده؟ بص حضرتك، هي جيانا بدات الكاراتيه في الاهلي وهي عندها حوالي 8 سنين. ما شاء الله. هي كان بدايتها كان باين ان في نمو في بذره بطله هتحصل في النادي الاهلي. جيانا اول بطوله جمهوريه خدتها كان عندها 10 سنين. ما شاء الله. بعد كده انضمت لمنتخب مصر في 2008. ولعبت اول بطوله عالم كان في المغرب في 2009. ما حصلش توفيق في البطوله ديت، وده يبين لك معدن البطل. يعني انا دايما بقول معدن البطل الحقيقي بيبان وقت الازمه. يعني هي خسرت من اول ماتش في البطوله ديت في المغرب، لكنها هي عشان هي معدنها من جوه بطله قدرت تفوق على نفسها وحققت بعديها رقم تحققش في العالم كله، لا في العرب ولا في افريقيا ولا في مصر واعتقد ولا في العالم. ان جيانا جابت بعديها 6 ميداليات ذهب عالميه. وبعد كده ان شاء الله جت البطوله الاولمبيه، ان هي توج تاريخها كله ببرونزيه طوكيو. ده اكبر تكريم ليها، ويعني فضل ربنا عليها نتيجه تعبها في حوالي اكثر من 15 سنه.